صلي هون بحرش بيروت، صلي من 27 الشهر، يعني بيوت ما عنا، إذا بدنا نرجع بيوتنا دمار، شغل ما في، عيشة مثل الخلق ما في، يعني العالم عم بتموت بالشوارع وما عم بيلاقوا. هلا نحن اليوم أختي قاعدة بعالتحويطة، راحت طبخت وإجت. وغامرت فاتت لجوا عملت لنا ما زهقنا من الرز رز رز قلنا شغر على الحال كل يوم رز ورحت لحالي قلت لهم اذا راح حدا يعني بيروح واحد من العيله ما بيضل انه الكل بيروح يعني فتنا مثل الفايت هريبا طبخت الطبخه هيك على السريع يعني ما عاد اعرف كيف بدي بس خلصها واطلع صاروا يقولوا لي اطلع من البيت لانه في تهديدات هيدا جبناه صوص اللي قد قدو مش هجبنا الشي خمسة عمو ماتوا عم اضل هيدا بس عايش ايه قامت اخذت اختها ربته وانضرب حد بيتها كمان عم خافت عليه احلى ما يموتوا جابته وعم بتربيهم اليوم هلا اجتنا لجنة اطباء عن الحكم وهيك ما في حدا بالحرش ما معه مرض التهابات وما التهابات وكل شيء اكثر شيء من هاي المي اللي عم نشربها بيحذرونا عن الكوليرا وما كوليرا ما هي كلها كوليرا كفى